اذا عوده لك هلا لكم هالمره مع الفائزين بالمركز الاول مركز الثاني بالاندر 10 بين الشباب وبين البنات. شربل مبروك فيرست بليس، قرب شوي عند البليس، مبروك فيرست بليس. شربل يعني اليوم انت عم تلعب باسكت قدام رفقاتك، طلعت فيرست بليس مش بس هون، طلعت سكند بليس على صعيد الترتيب العام، يعني سكند بليس بين كل الاكاديميات. ليش مبسوط؟ كثير. ليش تحضرت وليش كنت ريدي انه اليوم تلعب هذه الكومبيتيشن؟ انا من اول ما عرفت انه في هيدا الكومبيتيشن تبع السكيلز، من وقت ما بعت الفيديو كنت بتمرن وانزل عليه تقريبا كل يوم 8-6 ساعات. وانا كنت وعدة لبين عاملهم رح جيب ثالث مركز، وعد اهلك انه جيب المركز الاول وجبت المركز الاول صح؟ لقيت شيء صعب بالكومبيتيشن؟ كان في شيء صعب عليك ولا لا؟ تعرف انا قلت انا عم بعلق لك، قلت انه لو كنت هون شوي انت عم تركض كنت اسرع شوي كنت اخذت فيرست بليس على صعيد ترتيب عام، لانه فرقت معك الأرض مش كثير شوي، يعني بكره انت هلا تاهلت على بطوله لبنان ولهلا انت بالمركز الثاني، يعني على شو بدك تشتغل هلا؟ ايه يعني شو بدك تحسن بحالك بعد؟ بدي احسن حالي بعد شوي، انا عم طج بالسرعه وبشوت واتمرن شوي اكثر. بطل شو بدك تقول له للكوتش؟ ولا اهلك شو بدك تقول لهم؟ قلت لك لك لبطوله لبنان شرب البطل انت، بسم الله عليك طلعتي فيرست بليس. قديش مبسوطه؟ كثير كتير مبسوطه. انت اكثر ولا اقل؟ اكثر. اكثر اكثر بكثير. لعبتي طلعتي فيرست بليس، كنت متوقع تعمل هيدا النتيجه؟ كنت متوقع؟ يعني كنت وعد اهلك مثل ما هو وعد اهله انه بدي يطلع فيرست بليس؟ لا بس انه انا حسيت حالي اول ما بلش انه اطلع الاول. كان عندك هذا الفيلينج، كنت عندك هذا الاحساس. طيب شو اللي خليك تحس هذا الاحساس؟ لانه تمرنت كثير عليها؟ لانه تمرنت كثير، وامبارح تمرنت مع كوتش ايفان هو اللي مرنا، تمرنا كثير على هيدي وكثير حبيت التمرين. قديش استفدت من السوشيال ميديا؟ انا عم بتشوفي غير اكاديميات عم بتمرنوا عليها، عم بتشوفي غير اكاديميات عم يعملوها، قديش تعلمت منهم على السوشيال ميديا وقديش ساعدك الكوتش ايفان لتقدر تعمليها صح؟ كثير، وانا اصلا كثير بحب كوتش ايفان لانه هو مرنا كثير منيح. شو بتقولي له كوتش ايفان؟ ثانك يو لانه خلاني اصير بالفيرست بليس. جود لك لك، انت تأهلتي على بطولة لبنان بتعرفي؟ ايه. انت تأهلتي هلا صرتي بطولة لبنان بدك تواجهي غير اكاديميز. ايه. شو بتقولي لغير اكاديميز؟ مش انا بس، المهم كمان يطلع الاول. قلت لك لك لبطوله لبنان رح روح لاصغر لاعب بالاندر 10 اذا ماني غلطان على صعيد الترتيب العام، مارتن. يا مارتن مارتن تعال عندي، مارتن ومارتن تعال اخوين، مارتن ومارتن كيفك؟ منيح. منيح؟ ايه. بحكي انا وياك هلا من شوي قلت لي انه انت اصغر لعيب بالبرينرز. ايه. عمرك 5 سنين بس 5 سنين. ايه. كنت خايف شيء انت قبل ما تلعب اليوم ولا لا؟ ما كنت خايف؟ ايه. كنت خايف او ما كنت خايف؟ ما كنت خايف ولا هي ولا ها. كنت نازل وبدك تاكل الملعب. ايه. انبسطت بالنتيجه اللي عملتها؟ ايه. قديش تمرنت؟ قديش اشتغلت؟ قديش تعبت؟ خبرني. كثير. وشو قال لك كوتش ايفان من بعد ما لعبت اليوم؟ ما بعرف. ما قال لك شيء؟ ما بعرف. ما شو ما بتعرف قل لي. ما بعرف شو قال لي. ما بتعرف شو قال لك. طيب اول شيء انت ليش جيت عم تاخد تلعب باسكت؟ نقيت الباسكت ليه نقيتك؟ لانه بحبه. بتحب الباسكت؟ ايه. ما بتحب شيء تاني غير الباسكت ولا بتحب غير شيء سبورت كمان؟ بحب باسكت اكثر شيء. اكثر شيء الباسكت كمان. هيك نقيت الباسكت. ايه. كنت تحضر الباسكت على التلفزيون؟ ايه. ومين هيك اكثر واحد كنت تحب تشوفه على التلفزيون بين اللعيبه؟ ايه. مين بتحب اكثر شيء كنت تشوف؟ اي لعيب باسكت بلبنان؟ فاب. تحب تشوف باب؟ ايه. باب بيلعب باسكت؟ ايه. مع اي فريق بيلعب باسكت؟ ما بعرف. ما بتعرف؟ بالديفيجن 1 يعني فهد الخطيب والعرقجي اللي رستم رودريك عقل، مين بتحب؟ شو؟ مين بتحب بين لعيبة الديفيجن 1؟ بتحب مثلا رالف عقل؟ رالف. بتحب رالف؟ رالف رودريك ريبيكا، مين بتنقي بيناتهم؟ رالف. بقرا رالف؟ عم بيغمزني رالف كمان. شو بدك تقول له لرالف؟ ما بعرف. ما بتحرشك تلطف. شو بدك تقول للمامي والبابي؟ بتحبون؟
ايه بتحبهم؟ ايه بدك تحسن بكره وتصير عم تلعب بالدرجه الاولى باسكت كمان؟ ها ايه بس هيدي هي بدنا نعطيك هلا ميدل لانه انت اصغر واحد هلا بالاندر 10. هيدي انت اصغر لعيب بالاندر 10 لعيب، هيدي اصغر ميدل لك. اوكي خبرني بس شغله، اخر سؤال لك، انت عم تلعب وكان الجمهور كله عم يزقف لك وكله عم بيقول لك يلا مارتن عم بحمسك. اوكي قديش كنت مبسوط؟ كثير كثير كنت مبسوط. ايه بكره ان شاء الله بتسمعهم انت عم تلعب بالدرجه الاولى مارتن. اوكي جود لك لك بطل. ثانك يو مارفن، كيفك؟ منيح. خيك اصغر لعيب بالاندر 10 صح؟ قديش مبسوط بخيك؟ قبل ما اسالك قديش مبسوط بخيك؟ كثير. كنت كثير مبسوط بخيك وانت عم بتشوفه عم بيلعب. طب شو كنت عم تحكوا على البنش مع بعض؟ طب بسمع حكي، شو كنت عم تقولوا لبعض؟ عم بقول للي حكي قد ايه مارتن قوي. قد ايه مارتن قوي؟ قديش حلو انه هالقد بتحب خيك انت، قديش حلو انك بتحمس خيك هالقد؟ حلو. كنت عم بتحمسه قبل ما تيجي لهون عم تقول له انه ايه رح تعمل نتيجه، كان خايف شيء مارتن ولا ما كنت خايف؟ لا ما انت كنت خايف شيء؟ ايه كنت خايف. ليه كنت خايف؟ من شو كنت خايف؟ انه قفل كل الشوتس. ايه بس هذا كله بيعلمك مزبوط؟ تعلمت منه؟ قديش رح تحسن من ورا هلا السكيلز؟ كثير رح تحسن كثير. مين الايدل تبعولك بالباسكتبول اللبناني؟ مين اكثر لعيب هيك بتحبه؟ كوبي براين بالان بي اي. كوبي بلبنان فادي اليرستو مع العراقشي رودريك العرف عقل، مين بتحب اكثر شيء؟ موريس كالاني باي. بتحب اياك؟ بتحبه اكثر شيء اكثر شيء اكثر شيء اكثر شيء؟ طيب لقلك جود لك، بدك تطلع انت تلعب باسكت بدرجه اولى استكبار، هذا التارجت تبعولك، هذا هدفك. ايه هيك بدك تلعب. هيدي الانترفيو ان شاء الله بتحضرها بعد 10 سنين تكون عم تلعب بالدرجه الاولى. اوكي جود لك لقلك مارفن. اذا رح توقف معكم على دقائق معدوده قبل ما ننطلق بفئه الاندر 12 بالجامعه.